يسعد لي مساكم مشاهدينا في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات يا رب، وتقبل الله طاعتكم صيامكم وقيامكم إن شاء الله. خلونا نمسي على زميلتنا مروة. مروة يسعد لي مساك. يسعد مساك سهام، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم في برنامج فوالة عبر تلفزيون ألف جيرة. اليوم إن شاء الله حلقتنا بتكون متعددة، ويانا خيال فارس، ويانا أيضا مصور فوتوغرافي بنتعرف أكثر على تفاصيل وياهم. ولكن بداية بنمسي على زميلتنا عواطف محمد من ركن التراث. يسعد مساك. يسعد مساكم بنات، ويعطيكم العافية، مساكم الله بالخير. واليوم نتكلم عن موضوع وايد مهم أتوقع بالنسبة لكل الحريم، عن زينة المرأة قديما. يعني الحريم من زمان يهتمون أنهم يحطون مكياج لو بتفاصيل بسيطة، لو بأدوات بسيطة. صحيح. بس لازم دائما نكون يعني مهتمين بنفسنا، ولازم دائما نطلع جميلات. أكيد. فاليوم بنتكلم عن زينة المرأة الإماراتية قديما، عن المكياج قبل، شو كانوا يسوون عشان يحطون مكياج ويطلعون بهذه الصورة الجميلة. وبعد في أشياء للحين نحن نستخدمها، فاليوم بنحاول نتكلم شوي عن هذا الجانب إن شاء الله. أكيد طبعا، دائما خالاتي ما شاء الله يتحفون في هالأمور، أو كل يوم يطلعون للموضوع فعلا يسلطون الضوء على شيء جميل من تراث دولة الإمارات. يعطيكم العافية. إحنا بعد نمسي بالخير أم محمد ومبرمان ومخميس. اليوم بنعطيكم فوالة أو بنضيفكم شيء جديد. شيء جديد، أنا أشوف جبن وأشوف أشياء جديدة. جهزي لنا الفوالة. أيوة الله يخليك. أول ما بسلم على الضيوف نسيدة بنجيب لهم الفوالة. حاضرين. أكيد. مشاهدينا بنبدي معاكم بهذه القصيدة. منعلم الخيل إن باسمي تناديني، وإني إذا جيت من البعد تلقاني، تفرح بقربي وتمازحني وتحييني، وإن غبت عنها على نار ترياني، تدرك وجودي وتعرفني وتغليني، وتبشلي وبس قاصرها تحفاني، وتحس بي وبشعور تشمي يديني، يكنها في المشاعر نفس الإنساني. هذه الأبيات طبعا من قصيدة صاحب دنج. هذه الأبيات طبعا من قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، الله يحفظه يا رب. كذلك اهتم المغفور له بإذن الله تعالى الوالد القائد زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه بالخيول العربية، وأسس الكثير لها من اسطبلات، واهتم كذلك بالسلالة العربية الأصيلة على صعيد المشاهدين المحلي والدولي. ويعود الفضل طبعا هذا للمغفور له بإذن الله تعالى في حب واهتمام شيوخنا وشبابنا لهذا التراث الأصيل. طبعا ضيفنا اليوم من عالم القدرة والفروسية الفارس حمد الكعبي، الحاصل على المركز الرابع في مهرجان رويال وينتر للفروسية في لندن. صحيح سهام، وأيضا الصورة تغني عن ألف كلمة، وهي فن وإبداع، بحيث يرسم المصور من خلال عينه وعدسة الكاميرا أجمل وأدق التفاصيل لإبراز لمساته في الصور اللي يلتقطها اليوم، وتبقى لنا الصور شريط تعيد لنا ذكرياته على مر السنين. ضيفنا اليوم يتنفس الإبداع، وعشقت أنام لرصد الصور الفوتوغرافية ليلتقط أجمل الصور، ولقب أيضا بمصور المشاهير. ويانا اليوم المصور فؤاد مفلح، يا هلا ومرحب فيكم في الاستديو، تفضلوا. حياك الله ضيوفنا. السلام عليكم. عليكم السلام، نورتونا فيكم. نورت الفجيرة. نورك الله يحفظكم. اجتمعت الفروسية مع التصوير، يقول التوثيق صح ولا لا؟ توثيق فعلا. اللحظة. أكيد توثيق اللحظة. خبرونا كيف أجواء رمضان. أول شيء مبارك عليكم الشهر، خبرونا كيف رمضان وياكم، الأجواء العائلية، ذكريات رمضان اللي ذاكرتكم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة هذه، واجب، ويشرفنا أن نكون موجودين وياكم على قناة الفجيرة في برنامجكم المتواضع. أجواء رمضان والله مثل ما تقولون أن أجواء عائلية، يعني نستانس فيها في لمة الأهل واللقار والأصدقاء، والحمد لله الله يعود إن شاء الله علينا وعليكم إن شاء الله. آمين. آمين. مالك ذكريات قديمة كذي، يعني مشاغبات أشياء كذي تتذكرها؟ والله ذكريات وايد، لكن يعني ما في شيء في الوقت. اكيد. فؤاد بالنسبه لك؟ طبعا مساء الخير، كل عام وانتم بالف خير بمناسبه شهر رمضان الكريم، وان شاء الله يا رب نعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. امين. طبعا انا سعيد جدا ان اكون متواجد معاكم المره الثانيه في هذا البرنامج المتميز، وان شاء الله يا رب النجاح النجاح. طبعا نفس احنا عارفين رمضان نفس كل سنه، رمضان عائلي ديني، اغلبيه الوقت بيكون مع العيال، فطور سحور في الليل، خيمه كره طائره مع الشباب، فالحمد لله. يعني هاي الرياضه مع الكل الشباب، كره الطائره رمضان كره الطائره. اكيد. صحيح. حمد، خلينا نتكلم عن مجال الفروسيه ودخولك الى هذا العالم.
والله مجال الفروسية يعني مجال ممتع للجميع. نعم. ويكفي وجود شيوخنا فيه ومتابعتهم دائما لنا. وهم اللي حببونا في هالرياضة. والحمد لله رب العالمين دعمهم ما يتوقف يعني. أنت بديتها؟ أنا بديت سنة 2004 في سباقات الغدرة. نعم. ومن قبلها يعني كنت أركب خيل. كهواية كنت ماخذها كهواية. لكن في السباقات في مجال القدرة يعني والاحتراف في السباقات الدولية والمحلية تقريبا من سنة 2004. ما شاء الله عليك على طول يعني بعد مش انك يعني دخلت على اسطبلات شيوخ. طبعا انت الحين في اسطبل الشيخ محمد وراشد مارم. وجودك في هذا الاسطبل اتوقع ان بسبب نجاحك. الحمد لله رب العالمين. مثل ما تعرفين النجاح ما يجي عن فراغ يعني. اول شيء توفيق من رب العالمين ورضا الوالدين واجتهاد النفس يعني الحمد لله. اكيد. فؤاد، لقبت بمصور المشاهير، شو السبب حصولك على هذا اللقب؟ ليش؟ صراحة بدايتي كان ب 2014 بمهرجان أبو ظبي السينمائي قبل ما يتم إلغائه. كنت فولنتير باللجنة المنظمة للمهرجان. كنت مصور مستلم قسم الريد كاربت للفنانين والمشاهير اللي بيدخلوا على المهرجان. فطبعا كنت مع مصورين يمكن شغالين لشركات كبيرة، أجهزتهم أكبر من أجهزتي، خبرتهم أكثر من خبرتي، فكان موضوع شوي صعب عندي. بس نجحت فكرة أني كنت أصور الفنان أو الإعلامي. الناس ما بتعرفوا أنت الفنان والإعلامي بحب ينزل صورته في الإنستغرام بنفس اللحظة. صحيح. فكنت أصورهم الصورة في المهرجان وأعدلها ونزلها في الإنستغرام وأسيب لهم تاج. فكان الفنان المشهور في نفس اللحظة في المهرجان يكلمني في الدايركت مسج أنه شكرا على الصورة عجبتني، أنت في المهرجان ولا روحت؟ حابين نتصور كمان صورة. وفي عند فنانين يجوا من برا الدولة فبيكون عندهم مهرجانات ثانية فحابين يكون مصور رفقهم يضلوا معي يغطي الحدث يصورهم. فالحمد لله من المصور لمصور تميزت عنهم من فنان لفنان، صرت أقدر أوصلت لفنانين أسامي كبيرة والحمد لله. بس احنا زعلانين عليه. ليش؟ يعني هو قاعد يقول لك الحين ثاني مره عندنا بهوار برنامج هواله، وانا كنت اسم طرشت له فويس يعني جيب كاميرتك، بس يقول ما وصلتنا الكاميرا. والله ما وصلنا الكاميرا. حتى لو انا ما طرشت الفويس تجيب الكاميرا من نفسك يعني. قبل سهام ما زل. لا يعني ما صورتني ذيك الصوره اللي بروفيشنال يعني. حليلي كلها صور بموبايلي. خلاص تم وعد احلى سيشن لك انت ومروه. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. محمد وجودك في عائله موهوبه ما شاء الله يعني تبارك الرحمن. عندك اختك فاطمه مبتكره مخترعه بدخالك. العائله هذه ما شاء الله يعني ايش اقول يعني الجو الاسره اللي تدعم دائما الشاب او الشابه بانها فعلا تحقق طموحها. خلينا نتكلم عن دور الاسره. والله دور الاسره دور مهم. نعم. دور مهم في نجاح الفرد انا اعتبره. تعرفين هم مصدر طاقتنا يعني. نعم. انا اعتبره والتحفيز اللي يحفزونا اياه وال يعني الاستمراريه يطالبونا بالاستمراريه يخلقون لك بيئة الاستمراريه يعني. نعم. وتعرفين انت يوم بتنجحين في 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 مجالك وبتتفوقين هذا مردود للعائله يعني ومن دعمهم هم لنا. والحمد لله رب العالمين يعني سندك اكثر اذا بنقول يعني الشخص اللي انت فعلا ترد الفضل بعد رب العالمين طبعا. والله بعد رب العالمين يعني مثل ما قلت لك انا دعوات الوالدين الحمد لله وشيوخنا الله يطول بعمارهم ما يقصرون داعمين لنا في كل شيء ومو مقصرين في اي شيء نبغيه الحمد لله. نعم. فؤاد كيف يتم وعدنا الحين ان في جلسه تصوير لسهام ولي انا، كيف يتم التجهيز لجلسات التصوير للفنانين والاعلاميين والمشاهير؟ بصب لكم شاي وانت تجاوبها لين ما تجاوب. تفضل. طبعا الفنانين والاعلاميين والمشاهير هم نفس الشخص عايشين في بيئه اعلاميه يعني. صحيح. المصورين دائما حواليهم يعني مثلا ممكن مذيعة تكون عم بتصور على القناه بس احنا مصورين حواليكم في كل مكان. أي. الفنان عم بيغني وينهم يلا وين المصورين اللي بيصورون المصورين بيكونوا في كل مكان فهم عايشين في بيئه اعلاميه. أي. فعشان تتميز هالموضوع اول ما حد يكلمني مثلا من فنان او مشهور حاب يصور عندي. نعم. فاول شيء بسويه بفوت بسوي نفس ريسيرش عن الصور الشخص مثلا سهام بدها تصور عند فؤاد. أي. بدخل على بروفايل سهام في الانستغرام بشوف شو الصور اللي مصوريتها قبل شو الثيمات اللي مصوريتها قبل في ذمتك شيء عيب عشان ما تتكرر كلهم بالخير ما في
شيء عيب ساعات رموش عليها تراب ساعات ما ادري شو علشان ما تتكرر صح؟ هذا عشان ما تتكرر سباقات القدر عشان ما تتكرر لان الشخص عشان تميزيه او معجبينه مثلا او متابعينه عشان يطلع عليهم بصوره مرتبه لازم يكون مميز في مميز ما احب اكرر ثيم مثلا الشخصيه مجربيته مع مصور ثاني مثلا لو متعوده على موضوع مثلا رسميه احاول اكسرها موضوع رسميه صوره في شيء سبورت متعوده مثلا على موضوع مثلا السبورت دائما احاول اطلع بشيء رسمي متعوده مثلا دائما في لبس مثلا الرسمي اعودها مثلا بشيء ثاني فاكسر هذا النوع عشان تطلع بصوره جديده ولوك جديد للعالم يعني. خلاص تريح زين سؤال الحين فؤاد شخصيه سهام شو الصور اللي ممكن تصورها الفكرة أو الثيم كيف أعطيك النظرة الحين فكرة وفكرة الثيم لي شو النظرة اللي تمر عليها كل شيء عليها حلو أنا كنت بعطي نظرة بريئة شيء البراءة ابتسامة إن شاء الله خلص وأنا إن شاء الله بخليها مفاجأة بخليها مفاجأة للجمهور وأنا مفاجأة على فكرة أنت ذكي جدا يعني دبلوماسي أهلا ومرحبا فيك حمد نبي نتكلم أول شيء مبروك الإمارات حصولها على المراكز الأولى في مهرجان رويال وينترو الفروسية في لندن طبعا هذا يعتبر من أكبر السباقات في أوروبا ونبارك لك أنت بعد طبعا ما شاء الله حصولك على المركز الرابع في هذا السباق خلينا نتكلم عن تجهيزاتكم أنتم كأسطبلات في دولة الإمارات لهذا السباق أول شيء تعديل بسيط بس المركز الثالث في المركز الثالث تجهيزات تي من تقريبا قبل السباق بشهرين مثل ما تعرفين يعني نحن هني نخلص سباقات الموسم المحلي نعم. شهر ثلاثة آخر ثلاثة وعقبها نبدأ بالاستعدادات حق الموسم الأوروبي نعم. اللي هو من شهر أربعة لين تقريبا آخر تسعة وافتتاحية الموسم الأوروبي والموسم الخارجي يكون هو سباق وينزر هذا السباق نعم. عبارة عن سباق ملكي يعني يعتبر صحيح سباق سياسي سباق يعني أخوي بين دولة الإمارات ودولة البحرين نعم. وبريطانيا ودول مجلس التعاون دول العالم السباق يعني يتمتع هذا السباق أنه سباق جدا قوي التحدي يكون فيه من قبل السباق تقريبا أكيد. بشهر يعني تعرفين إخواننا البحرينيين قريبين من بوجودهم هنا في الإمارات ودائما التحدي يكون بيننا وبين اخواننا البحرينيين اكثر شيء طبعا النسخه الاولى كان في فوز دوله الامارات نعم. النسخه الاولى كانت بفوز الامارات نعم ويا الفارس كان راشد البلوشي استبلات العمار والنسخه الثانيه كان الشيخ حمدان والشيخ ناصر نعم والشيخ ناصر كانوا واصلين ويا بعض نعم فدائما هذا السباق يعني يعتبر سباق جدا قوي بالنسبه لنا نحن السباق هذا بحضور الملك البحرين نعم الله يحفظه ويطول في عمره والملكه اليزابيث وبحضور شيوخ الامارات عاده يعني لكن هالسنه ما كانوا حاضرين نعم. السباق تعرفين يعني اول سباقات الموسم الاوروبي وماخذ طابع الحماس يعني كبدايه موسم جديد احنا نعتبره نعم السباق هذا يعني اغلب الخيول اللي تكون موجوده فيه خيول النخبه يعني نعتبرها والفرسان الموجودين بعد من افضل الفرسان في العالم ما شاء الله عليك والحمد لله يعني نحن حالفنا الحظ هالسنه يعني في السباق بانتزاع المراكز الخمسه الاولى نعم والمركز الاول راح من نصيب الفارس غانم العويسي من الصبل الفتري والثاني والثالث والرابع من الصبلات المارم اللي هو المركز الثاني اخوي منصور الفارسي وانا المركز الثالث والمركز الرابع سيد معمري الحمد لله توفقنا في هالسباق وان شاء الله السباقات الجايه يعني ان شاء الله تكون من نصيبنا ان شاء الله يا رب فؤاد شو السبب ان دوم المنظمين للفعاليات الحفلات الايفنتات دوم حريصين على وجود فؤاد مفلح شو محلف انا على فكره بقول لكم سر انا في كل حلقه عندي تنقيعه نقعت الحين خلاص الحمد لله مرت على خير مصلح اطلق دائما مش اول مره عادي البارحه استاذ خالد قالت الاستاذ خليل لا يعني خليل وليد ووليد جمعت الاسمين في لحظه واحده طلعوا اشكرك استاذ خليل لكن كلها مصلح مره صراحه كل ماك صريح بدايتي كانت لما نعزم على الايفنتات او المنتديات او الاعلاميه او المهرجانات بروح ازقست فالبدايه كانت اني
بروح معي كاميرتي مش كميديا، فبصور العالم هو اللي هو بكون مثلا عم بلفه بالمهرجان ضيوف شرف. فنفس الفكرة هي سرعة التقاط الصورة وسرعة تنزيلها على وسائل التواصل الاجتماعي. فلما نزلها على وسائل التواصل الاجتماعي والفنان يعمل ريبوست لصورتي أنا ويشوف إدارة المهرجان أنه أغلبية المعزومين أو أغلبية الفنانين والإعلاميين عم بنزلوا صور فؤاد وعم بعملهم تاج إدارة المهرجان، فبحرصوا أنه يعملوا إنفيتيشن عشان أصورهم وغطي الحدث وأنزلهم في إنستغرام. فالحمد لله. يمكن شيء ثاني كمان شعري أورنج مميز سبحان الله، يعني دائما بالمهرجانات ابو شعر اورنج او ابو كاميرا حمراء. خلاص شيء لك بصمه معروف فيها. الحمد لله. انا بطلب من عواطف يجهزوا لنا. اي عواطف؟ من ركنه تراث الفواله، لان نبغاهم ياخذوا راحتهم اكثر، يرجعون يصرفون علينا عشان تتعبون بعد معانا. انا جبن بليز، اليوم مكسف. تبون جبن ولا مسمن عليه ولا هذا ما عرفنا شو اللي يسوون. شو خالتي شو تسوين؟ يسالون. مكسف. هي شو اللي فيه يعني؟ اللي هو يعني هذا طحين ويتكون من طحين ويمغى في الماء وش يسموه ملح يسوى فيه، بس نخليه يمكن ساعة. عجينته تيو وايد ثقيلة، خلو أخليه يعني يمكن ساعة يعني يرتاح. بعدين نفرده يعني مثل الفطيرة. نعم. بس بطريقة ثانية. هذا عاد مكسف على دبا. الله، يعني له مسميات، يعني كل حد مثلا منطقه له اسم لا ولا لا دبا غير يعني لا يعني في من اول ما حد يعرفه اكثر الا في دبا. يعني هذا بالذات المكسف هذا ما حد كان يسوي له دبا، بعدين انتشر الحين حتى الهنود قاموا يسوون الحين. زي خالتي المخرج يقول دوم خالتي مريم تعطينا قصايد وكذي، فالحين يبي يسمع منك قصيده عن الخيل. هي عن الخيل. ما عندي شيء، ما عيب اداي انا الحين قال بسمع خالتي مريم. والله ما محضره شيء. اذا اي قص اي بيتين كذي زين عن شو قصيده؟ اي شيء خلاص غزلي. لا انا ما اعرف عن الخيل. اذا اي شيء اي شيء اي شيء الخيل عندي انا لكني ماني برايا. زين اي شيء عادي، اي قصيده غزليه يعني. يلا غزليه. ما اعرف غزليه. يلا عند الجمري عن اي حد. لا لا بس اول لا عن الجمري ولا بس اول شيء اغنيه يعني غنوا الحريم كانوا على المريحانه. يلا يلا يلا. يقول أهواك وعد الليالي حليلة وأبكي على فراق المحبين، ري من سلب عقلي وحالي ويرح قليبي دون سكي، ليه طاف يمشي في العدالي المرتب السيرة ترتيب، خده شبه نوري ولقماء زاهي ومضحي على البلادي. شكري توصف فيني الشاعر. توني بقول عني تستاهلي والله حبيبتي. صح لسان. انا شفت حمد خذ معاه رياكشن، شكله في بيت شعر بيرد عليك فيه. خلي يرد يا حمد. في في اكيد تعجبني انا القصايد الاوليه. يلا اكيد حافظ شيء. لا والله الحين مو بحافظ شيء يعني شيء كلمتين بس. كلمتين عادي والله ما في شيء. ما على حد يوم يوم احنا بنسال استاذ فؤاد انت جهز لنا القصيده. انزين مشاركه الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه في هذا السباق طبعا اعتبر حفوز حق كل الفرسان المتواجدين هناك، خلينا نتكلم عن هالشيء. والله مشاركه الشيخ ناصر هذا داعم رسمي لكل الفرسان اللي موجودين في السباق. مثل ما تعرفين الشيخ ناصر مالك صبلات فيكتوريز، يعني يعتبر هو الداعم الرسمي في مملكه البحرين في لسباقات القدره، ودائما يشاركنا السباقات ويشاركنا، يعني وجوده هو في المحفل له طابع غير عندنا نحن، فما بالك يعني أن يكون ويانا كفارس. نعم. دائما الشيخ ناصر يعلن التحديات يعني في السباقات، خاصة إذا كان هو موجود كفارس. هالشيء يعطينا يعني دافع وإيجابية بالنسبة للفرسان حق الأداء المتميز في السباق. نعم. وهو يعني هو طبعا متحدي. أكيد دوم على الموضوع قلت التحدي فعلاً. إذا حط شيء هدف بباله ما شاء الله لا يعني هو ما شاء الله عليه يعني إنسان رياضي يعني صاحب طموح عالي صراحة. نعتبر هاي نسخة في البحرين ونسخة الثانية الشيخ فزاع معنا هنا. هاي نسخة الله يحفظهم. يا رب فعلاً مثال إحنا نقتدي فيه الجميع، يقتدي في الشخصيات الجميلة. فؤاد قدم حب نسأل فؤاد متى جهز القصيدة؟ ما نسيت ترى. ما في أمل خلاص. قصيدة اليوم لازم. لازم قصيدة. فؤاد جهزت لي ورشة تصوير في جامعة الإمارات أثناء دراستك فيها. خبرنا أكثر كيف يتم التجهيز لهذه الورش وشو الفائدة منها؟ شوفي الصراحة تدريب الطلاب أو تعليمهم موضوع جدا صعب.
ممكن انت معلومه تكون لك سهله لغيرها تكون صعبه، او مثلا معلومه انت عرفيتها ممكن يكون شخص عنده موهبه، الموهبه نسبه الموهبه متفاوته بين شخص واخر بالضبط، او مستكون عندك انت الفكره او المعلومه بس صعب توصليها بالطريقه السهله لشخص الثاني، او مثلا انا بعرف استخدم الكاميرا بس غيري ما بعرف استخدم الكاميرا. فلما اعطي دورات دائما بيكون في عندك ثلاث فئات، الفئه الاولى اللي هم بيكونوا ما عندهم كاميرا حابين يشتروا كاميرا، الفئة الثانية اللي هم مبتدئين عندهم كاميرا بس ما بعرفوا يستخدموها، والفئة الثالثة اللي هم عندهم كاميرا وبيعرفوا يستخدموها بس بدهم يتعلموا بعض التكنيك. فأنك تميزي بين هدول الثلاثة شيء صعب كتير. فأنا بدايتي كانت صراحة أني أتعلم اليوتيوب، أقرأ بعض الكتب وأصيغ المعلومات بطريقة الخاصة أنا بطريقة فؤاد عشان أقدر أوصلها بطريقة سهلة للطلاب. الحمد لله أعطيت أول دورة في جامعة الإمارات، والدورة الثانية والثالثة أعطيت دورة في نادي الضباط أبو ظبي ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. فكان في إقبال كثير كبير الصراحة. ولي يقولك أنا ما عندي كاميرا، عندي تليفون ساعده بعد. أكيد بساعده طبعا، بس إحنا التركيز هو من الدورة التصوير في الكاميرا البروفيشنال احتراف، إنه التصوير التليفون هواية. نعم. بس تصوير الكاميرا دائما احتراف يعني. بنشوف لك بعض الصور. هاي الصورة اليمين بحبها كثير، لها معنى كثير كبير. هاي في بلد دولة عربية. نعم. بمنعوا التسول أعتقد. فهاي البنت تبيع علك في ايديها، علك كان دوريه شرطه ماشي في الشارع فخبطت بيد العلك. أيوه. جهه اليمين عم تطلع وانت التقطت على طول ما شاء الله عليك. انا مو حد سوى عدالك شيء انت. صوره ثانيه بدها تخخ زاكو. هاي الصوره شو اسمه في مهرجان شكلها مهرجان سوحان تراثي. مهرجان سبحان تراثي. شو اللي جذبك بهالشيء بالضبط؟ هاي لو انت بتلاحظي لو الصوره أوضح شوي بتلاحظي الاجرين، خطوط الاجرين، التعب. الرجال يمكن كبير بالعمر، يعطيه الصحه يا رب، انه قد ايه عمره وبعده شغال هاي المهنه مارسها. فالتعب ولقمه العيش كانت باينه عليه، المتعه. هاي بالاردن لما اخذ جائزه مسابقه كنن في الاردن، هذا شبيه ممثل معروف على اليسار فكلهم بيصوروه. نعم. عجبني الديتيلز اللي فيه، نفس الفكره اللي على اليمين في البتراء عايش، معروف الأردنيين بيعرفوه، هو عايش في الجبل. نعم. في قمة الجبل، فمعروف عند الجميع الأردنيين. نعم. فبيع دائما الأشياء التراثية اللي هي المسابح، السجاد، نفس الفكرة كمان الإيدين، لو لاحظت خطوط الإيدين. أي. كيف نفس الفكرة. خالو حنا الجديدين. حنا. أحب أصور الأشياء التراثية الصراحة. حلو. حمد جهز لنا القصيدة. جهز القصيدة. والله في قصيدة. في كم بيت وايد قريبات من قلبي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. هي وصف يعني أكثر عن أنها هي قصيدة. نعم. يقول فيها: ومضمرا نادرة يعجب تفكيرها، تعرف وش هو يبي ويعرف وش هي تبي، والصبا لها ميزة ما توجد في غيرها، يا عاشقين التفوق والنصر والنباء، الشايب اللي يسجل من جماهيرها، ترجعه كل ما فازت لعصر الصبح، فيها من الخيل سرعتها وتصويرها، ما هي بظبي لكن فيها وصوف الضبا، طغى على الهجن واهل الهجن تاثيرها، بالنصر ربي هباها جل منه هبا. ما شاء الله. صح طويل العمر دائما يبدا في هالمفردات واستخداماته فعلا للوصف الدقيق، ويكون على فكره الصفات اللي يقولها هي اساسا موجوده فيه. نعم. يعني مو بصفات بعيده، يوم تقرا القصيده تحس كان انت تشوف محمد بن راشد موجود في كل كلمه او كل مفردات هذه القصيده. صح. الله يطول عمره، كل قصيده يكتبها يا فيها قصه، صح، يا حكمة. فيها انجاز. هي نعم. أكيد. يا فيها حكمه. نعم. يعني وايد قصايد هو يقول لنا اياهن، يعني يقول بتعرفون معناته عقب. أي. تقريبا يعني عقب سنه، او مثلا اكثر قصايده في الخيل يقولون بتعرفون مضمون القصيده في السباق الجاي. لا سبحان الله. هنا سبحان الله ان عقب السباق يعني يوم نلتقي معاه نتكلم عن القصيده، يقول انا قلت لكم هذه القصيده مضمونها بيكون في السباق الجاي. طيب يوم قلت عن صاحب سمو انه دائما على اي قصيده تكون في السباقات، نبي نتكلم عن دعمه لهذه الرياضه فعلا، كيف وصلها للعالميه؟ طبعا بفضله هو وفضل الشيخ منصور بعد بن زايد، الله يحفظهم، دائما متواجدين في القمه نقول. صحيح. الله يطول عمره. هو يعني لو نقول اللي نقول شهادتنا فيه مجروحه. هو يعتبر يعني الداعم الاول في العالم. نعم. في الفروسيه يعني خاصه مهرجان صحيح. هي خاصه سباقات القدره وسباقات. نعم. الفلات ريس احنا نتكلم عنها. نعم. سباقات القدرة هو يعني يعتبر أكبر مالك خيل في العالم، ووجوده معانا يعني حتى في تمارين الخيل اللي هي في الفترة المسائية يكون هو موجود.
ويانا في التمارين ويخبرنا عن الخيول الموجودة وياخذ رأينا شو تشوفون الخيل اليوم. يعني الخيل يتغير من يوم ليوم في التمرين، وهو وايد يكون حريص يعني انه ياخذ راينا في يقول انت والله انت الفرصه. اكيد في اسرار انتم تعرفونها واحنا ما نعرفها، نبغى نعرفها عن شو بالضبط يعني عن الخير. يعني وجود الشيخ معاكم في تدريبات والاشياء كذي، يعني هالامور يمكن الاشخاص العاديين ما يعرفونها، بس يتوقعون بس الشيخ يتواجد بس في السباقات. لا، الشيخ محمد الله يطول عمره هو يعني هو نحن نعتبره هو المالك وهو المدرب وهو العين المبصرة في هالرياضة هذه. هو اللي يشرف على التدريبات، والله يطول عمره هو اللي يشرف حتى على تغذية الخيل. ووجوده في الاسطبل هذا روحه يعني بالنسبة لحمد الكعبي هذا هو اللي وصله للنجاح. الحمد لله. على فكرة سهام في أسرار ثانية بنتعرف عليها. أنا حاسة في أسرار ثانية. ويا فؤاد عن التصوير المريح ويا الفنانين والغير مريح، وتسمي لنا أسماء، ولكن عقب الفاصل خلكم. بتعقينا في مشكلة. رجعنا لكم مشاهدينا عقب الفاصل، والسؤال المحرج لفؤاد اللي هو أكثر الفنانين أو المشاهير اللي ترتاح في التصوير وياهم، بتجاوب؟ والله كلهم بصراحة. على فكرة تحت الهواء صار نقاش بيننا. شوفي هو شخص يعني ما يبي يسمي أسماء، ولكن أنا مصرة أن أنا أخذ من أسماء. شوفي هذا كلهم، بس تقريبا التعامل مع النسوان شوي صعب، لانه بتعرف موضوع النسوان ضعفني، نزل لي وزني. اي والله نحتني. اي هاي اللي غلوه بكل حد يعني. والمشكله تعرف فيه خصوصا الفنانين المشاهير بيكون عندهم كثير مثلا منتقدين، يعني نسميه مش اعداء، منتقدين، فبدوروا على الغلطه، فمش حلو بحقي انا لما صور صوره مثلا ابين مثلا غلط، لانه في فنانين مثلا بيعدوا صور الخصر مثلا بيكون وراهم خشب او شيء خط، بيشيلوا الخط معاه بيحطوه مع الخصر، فهمت كيف؟ فبيكون شوي موضوع انه تعديل الصور شوي كثير اصعب، انه بتعرفي في صور اللي هي تلاحظين ان البنايه اللي وراها مكسره، لانه لما يسووا لما في ايكون فوتوشوب هو زي دائر مثلا بتدخل خصر له شوي، فهم بيدخل الباك جراوند معاهم لتصغير الخصر، تصغير يعني خصر، فبدخل الباك جراوند معاهم، فانت لما تعمل كروب بدخلوا الخصر معاهم كمان. ليش تغش العالم؟ هذه بعض الصور اللي انت مصورها فؤاد، ولكن تصوير الاكل هل من الممكن انه يزيد وزنك في تصوير الاكل ولا انه مثل ما شوف حلو الشخصي ركز على شيء واحد. انا صار لي 5 سنين مركز بمجال تصوير البورتريه والاشخاص، فقبل تقريبا سنه تحولت على موضوع تصوير الاكل. طبعا تصوير الاكل اصعب بكثير من تصوير المشاهير او الاشخاص. ليش؟ يعني لانه بالاكل عم تتعامل انت مع منتج، تصوير الاشخاص عم تتعامل مع اشخاص، يعني مثلا زيح يمين بتزيح يمين، زيح يسار تروح يسار، قدمي قدام بتقدم، بس المنتج انت بتحركيه يمين يسار، الاضاءه مثلا على اليمين مش تمام، بتروح مثلا تحمل الستاند تغير اضاءه، بيكون الشيء موضوع صعب. طبعا هون في فود ستايلس معي مي سالتني كثير موضوع الستايل، لانه الاكل بده شوي ستايل. لما تروح انت على مطعم مثلا تطلب المنيو ويكون المنيو مثلا ناشف بس في كلام بدون صور، بتمل كثير منه الصراحه. صح، لانه بيكون ناشف تحتاج تطلبي كمان، حتى بتعذب اللي بيشتغل بالمطعم انه والله اشرح لي شو الوجبه هاي. فلما يكون في صور حتى من نوع الماركتنج، لما يكون في صور بتصير تطلبي انت اكثر، بصير عندك تشتهي مثلا اشياء اكثر. اي والله. فاحنا بنحاول نوصل الصوره بطريقه مرتبه للمشاهد او اللي جاي يطلب اكل. بس الشيء الاصعب بالموضوع الصراحه والمش حلو الاكل، زي ما قلت مروه انه بصور مثلا لمطعم، مع خبرتي مصور اكثر مطعم، فبصير مدير مطعم يقول لي فؤاد جرب الاكل ومين اطيب، انا والمطعم الثاني، فبتضطر تجربي 30 وجبه اكل او 40 وجبه اكل. اذا تجيب معك مساعد يعني تتصور الثاني يجرب اكل. تدري يعني فكره سهام من اول برنامج فوالا احس انه زاد وزننا بعد، صح؟ انت قلتي بس كيلو. انا ما بقول كم وزني زاد. اوكي كيلو 59 ما زاد ثابت. هذا فيديو خلف الكواليس تصوير المنتج عندي يوم الجمعة مطعم في دبي، كنت صايم برمضان، هذا تصويره بالثلاث أربع أيام تقريبا. شايف كيف أجهزة الإضاءة غير، شوف الموضوع سهل بس كثير بياخذ وقت، يعني تقريبا عشان أصور 12 وجبة أخذ منه تقريبا 4 ساعات. أنه أطلع كيف بنحط كمان مثلا أويل على مثلا المشاوي على الوجبات عشان تبين فريش. غش يا اخي انزين. لازم. حتى يوم قلت البنات تنحتهم خصرهم وغيره.
مع رضا الفيديو. هاي 4 ساعات بس تضبيط. 4 ساعات تصوير المنيو 12 بس ما خلصنا كلهم في رمضان. في بعد في كل اتجاه إضاءة. فلاش لأنه لازم يكون موزع إضاءة وفي عندك ديفيوسر اللي هو حاطينه ورا عشان يكسر شوي اللون لأنه لازم تكون سوفت الوجبة أو المنتج اللي عم نصوره ما يكون كثير إضاءة عالية نفس الوقت يكون رائع للعين كمان ما يكون مزعج. طبعا بيختلف موضوع الثيم يعني مثلا احنا شايفين مثلا البرياني حاولنا يكون مثلا ثيم شوي عربي الهندي حاولنا يكون شوي ثيم هندي. نعم. طبعا معي فود ستايلست ما هي بتساعدني كثير بخصوص هالموضوع الصراحه لانه هي عندها خبره اكثر مني بموضوع الستايل وانا موضوع الزاويه. طبعا قلت لك بتلعب دور كثير كبير انه نصور صوره لكل مشاهد ينعجب فيها لما يروح على المطعم يطلب الوجبه ويطلب الاكل و نعم. ونحن بنستفيد ومطعم يستفيد وانت بتنصحه. انت لازم تاخذ لنا معك مساعد ان شاء الله حاضرين تاخذ بشرف. اكيد حمد خلينا نتكلم عن قوانين الاتحاد الدولي الفروسية. طبعا في تغييرات ونقول الفرسان والمدربين اي شخص يختص بالعالم الفروسية مش متقبلين الموضوع. رايك انت كفارس؟ والله رايي انا ان القانون دائما يكون على الجميع. نعم. فهو شيء زين. نعم. لكن من عقب تقريبا بطولة العالم اللي كانت السنة اللي طافت في أمريكا. نعم. حصلت بعض التعديلات على القانون فحط في لسس القوانين بعض القوانين اللي ما تناسب سباقاتنا نحن في الإمارات. صحيح. يعني هم متعودين على السباقات الأوروبية اللي هي يعني عامل المراحل والأرضية والجبال والأرضية. نعم. والسرعة بعد. صح. نحن هنا عندنا فلات يعني الأرضية سيدة صحراوية. صح. فنحن نمشي على 27 على 28 توصل 30 ايه نوصل 30. نعم. فهناك هم مو بعايبنهم هالشيء لأنهم مو متعودين على هالشيء. صح. فقاموا يحطون نفس القوانين أنا لازم السرعة تكون محددة يعني مثل السباقات الخارجية. فهالشيء نحن ما يناسبنا يعني كفرسان ولا كمدربين ولا كملاك خيل. فهم حطوا نفس الاستبيان ما زالت يعني على طاولة النقاش. هي بعدها على طاولة النقاش فأتوقع أن هالشهرين بيتخذون القرار وإذا في تطبيق للقوانين وأنا ما أتوقع هالشيء. نعم. بيطبقونها من بداية السنة الجديدة. نعم. طبعا ضيوفنا ومشاهدينا معنا مداخلة من مملكة البحرين مع الأستاذ توفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي ومركز المعلومات لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. مرحبا أستاذ توفيق نورت البرنامج. مساء الخير يسعدنا نلتقي معاكم ونبارك لك ولكل الضيوف على الهواء مباشرة حلول شهر رمضان المبارك. الله يعطيك العافية نورتنا طبعا بهذه المداخلة الجميلة. في البداية أستاذ توفيق نبغى نتكلم أو ماذا يعني استمرارية مهرجان وينترون في سباق القدرة للعام السابع على التوالي؟ أولا شكرا للتطرق لهذا الموضوع. نعم. سباق وينترون أو مهرجان وينترون للفروسية من أعرق وأقدم المهرجانات في العالم. نعم. وهي برعاية ملكة بريطانيا منذ التأسيس تقريبا أكثر من 80 عام ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. مشاركتهم بدأت من قبل 7 سنوات تقريبا في 2013 المشاركة في هذا السباق عبر القدرة أو سباقات القدرة الذي تأسس في دعم وتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. نعم. الذي يعد هو المؤسس لهذه الرياضة في مهرجان وينتر للفروسية. نعم. نعم أستاذ توفيق يبدو واضحا حرص مملكة البحرين ودولة الإمارات على المشاركة في هذه السباقات وهو ما يعكس حجم التعاون في مثل هذه الرياضات. شو سبب الاهتمام بالتواجد والحضور في هذه الفعاليات؟ هو أولا يعني ما يربط البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مصير مشترك مشاركة مشتركة تواجد مشترك في كل موقع ومكان. من أول بطولة أقيمت في وينزور البحرين شاركت بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى الفرسان من بريطانيا ودول أوروبية عديدة. وأحد أسباب نجاح سباق القدرة في مهرجان وينزور للفروسية في الواقع تواجد فرسان البحرين والإمارات هنا بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في
من الامارات بقياده سمو الشيخ حمدان بن محمد الراشد ال مكتوم، وبالاضافه الى بقيه قرصان الامارات، تناوب قرصان البحرين والامارات على احراز المراكز الاولى بالتناوب، خلينا نقول احنا في السباقات اللي اقيمت، والحمد لله ان نجحوا في تقديم صوره ايجابيه وطيبه عن سباقات القدره في العالم. نعم. عن سباقات القدره في البحرين والامارات الى العالم عبر مهرجان وينزر في الواقع. نعم. اكيد طبعا تواجد، او اذا تكلمنا عن هذا السباق الاخير وتواجد الملك في هذا السباق وتتويجه للفرسان مع الملكة إليزابيث. نعم طبعا لا من خلاف بأن تواجد جلالة الملك حفظ الله ورعاه وأيضا سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سباقات القدرة في وينزور. نعم. من أبرز علائم نجاح هذه البطولات اللي نتابعها في الواقع. يمكن افتقدنا في هذه المرة تواجد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إضافة إلى ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان، ولكن تواجد جلالة الملك، تواجد ملكة بريطانيا، تواجد المسؤولين من الإمارات ومن البحرين في الواقع أدى في نهاية الأمر إلى 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 نتائج إيجابية طيبة مشتركة ما بين البحرين والإمارات. تبادلت المراكز وتم تتويج فارس الإمارات غانم الذي فاز بسباق القدرة مسافة 120 كيلومتر من قبل جلالة الملك ملك البحرين و ملكة بريطانيا، إضافة إلى تتويج الفارس البحريني فهد الخاطري بطل سباق 80 كيلومتر تأهيلي. لكن يمكن الشيء اللي حدث في نهاية هذا السباق هو ما أكد مدى عمق العلاقات اللي تربط البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة. في الواقع المتقدم اللي أحرز المركز الأول كان فارس بحريني جعفر ميلتا، تقدم بفارس ثانيتين أو ثلاثة، يمكن ثواني معدودة يعني نقول إحنا على الفارس الإماراتي غانم، ولكن لجنة الحكام كان رأي بالنسبة إلى النتيجة، فلم يعني لم يؤدي هذا الوضع إلى أي ردود فعل من قبل الفرسان البحرين أو الوفد البحريني، إنما أكدنا بأن فوز البحرين فوز الإمارات هو فوز واحد أكيد، فرسان البحرين والإمارات على منصة التتويج ووقوف واحد في الواقع. الحمد لله أكيد الفوز واحد. أستاذ توفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي ومركز المعلومات لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. شكرا. أنا أشكركم في الواقع والسهر طيب معكم وفتحية. شكرا لك. مثل ما في سباقات للخيول في أيضا مسابقات تصوير، صحيح فؤاد؟ صح. وبين فترة وفترة في مسابقات تصوير وشخص يفوز مركز الأول والمركز الثاني والمركز صحيح. الثالث، هل أنت مع أو ضد هذه المسابقات اللي تقام علشان التصوير؟ طبعا أنا أكيد مع، لأنه هاي تدعم المصورين أول شيء. ثاني شيء مع لأنه الحين في مسابقات صارت تكون تسمح للأشخاص تشارك عن طريق التليفون. بس احنا عارفين قبل 5 سنين طبعا كان الشخص عشان يصور سلو موشن او تايم لابس او يصور بورتريت المفروض يكون عنده كاميرا بروفيشنال او يدفع مبلغ كبير عشان ياخذ الكاميرا هاي يشتريها. هلا بالتليفونات موجودين بالايفون بالشركات الكبيره كمان هاي التليفونات، فهاي سمحت الفرصه للمصور الهاوي يعبر عن احساسه بالتصوير، يعبر عن موهبته بالتصوير عن طريقه التصوير هاي. طبعا المسابقات تدعم مصورين كثير لانه انت بيفتحوهم يعني مثلا في مسابقه هالسنه عن عام التسامح، فتدعم مصورين عشان توعيهم. طبعا لازم المصور يكون قبل ما يصور يكون له قصه من هاي الصوره، يكون مثلا نفس ما صوره الرجل الكبير بالعمر تكون لها مشاعر فكره. طبعا مش الواحد يصور صوره بدون فكره بدون قصه، ما بتكون صوره الصراحه، او مثلا مصور صوره وحاط موضوع تعبير، المفروض الصوره هي اللي تعبر عن حالها. طبعا قلت الصورة تعبر عن حالها، بس نرجع مرة ثانية أنا بأتكلم عن جزئية أنت قلت أنا أصعب تصوير معاك هو تصوير النساء، كون المرأة لها عالمها الخاص والتعامل معها. بعد قبل شيء قلت الأكل وهو تصويره صعب، بس رديت قبل قلت أن النساء ليش بالضبط؟ النساء لأنهم مع أن تصويرك ما شاء الله حلو يعني تطلع بروفيشنال الصورة طلعها وحدة ملكة. أنا أقول لك ليش، لأنه أول شيء الميك اب مثلا هذا تصوير بورتريت، يعني أنا خاطري كذي بس حلحوني ما طلع تصوير مثلا البورتريت الميك اب. هلا تصوير الميك اب شوي صعب لأنه الميك اب ارتست لما تحط مكياج بتكون شايفة بعيونها البشرة بس ما بتشوف إضاءة التصوير مثلا فشلت الإضاءة، فأنا بحاول أصور الصورة بحاول أعدل عليها رتوش خفيف عشان ما تغير ملامح البشرة أو تغير ملامح مثلا الموديل أو مثلا ملامح المسامات أغطيهم، فبتكون المسامات احنا شايفين بتكون بارزة واضحة حتى الكواليتي تاعتها عالية كبيرة صحيح تبين الديتيلز.
فبتعرف النسوان تكون مثلا ميك اب حاطه مثلا فاونديشن بني مثلا فاتح درجته مثلا 5 اي انت تطلع معي 6 مثلا بدها 5 بالضبط. طب ما درجه واحده ما بتفرق، لا بدها نفس الشيء بالضبط. وعدل لي الايلاينر وعدل لي الفاونديشن واهم شيء تنحت لازم عدل وجهي شوي بس الحمد لله يعني ما انا لدرجه انه والله لدرجه اقترحت مره على مدير التلفزيون قلت بدل ما نتمكيج كذي سوي لنا فلاتر حلو نفس اشارات التليفون وكل مره بنطلع بالبرنامج فلتر معين صارت برزه الميك اب ارتست هلا بنريح عمرنا من الحوتين وش حالاتنا عندي ستايل ستايل هندي صورناه ميك اب ارتست كمان من عين هي بيختلف صراحه من ميك اب ارتست يعني في ميك اب ارتست باحترام الجميع في ميك اب ارتست بيريحوكي بالتعامل صحيح يعني بيكون مكياجهم اصلا نظيف مكياجهم حلو يعني مره يمكن عنده خبره كمان بهالموضوع وفي ميك اب ارتست موديل ما شاء الله وفي ميك اب ارتست يعني بيكون تعرفي شغلها يعني ارجوك فوتوشوب يعني ارحمني فشوي بواجه صعوبه هالموضوع لانه بعدين مثلا ميك اب ارتست بتصور معي والله فؤاد تصويرك مثلا ما سمع سهام احلى من مروه طبعا لانه سهام مكياجها مثلا حلو مرتب الموديل اللي جبيته حلوه تعرف تاخذ بوزات اما مثلا مروه ممكن مكياجها سوري مبتدئه جديده ما بتعرف تاخذ البوزات فشوي الموضوع بيختلف انا يعني وحده اذا حد قال لي صوري بوقف لهم بهالطريقه ما عندي طريقه ثانيه شفتك انا صورتك قبل وايد رسمية انا هذا السؤال اللي بسالك اياه فؤاد انه في بعض الاحيان ممكن يكون البنت وايد جميله المكياج جميل ولكن ما تعرف تاخذ بوزات تبرز هذا الجمال للصورة هل تساعدها ان كيف توقف وكيف تبتسم ولا ان انا الحمد لله خلقي مش ضيق انا بساعدها لانه بالاخير حيحكوا عن صورتي انا ما حيحكوا عن الموديل هي حيحكوا تصوير فؤاد الموديل بالاخير هي عارضة بس انا من الموديل هي شغلتها عارضة يعني شغلتها تعرف تعمل بوزات الحين ما شاء الله في الانستغرام كل واحدة صورت حالها فلتر سناب شات شافت حالها حلوة كدت في الانستغرام انا موديل ما بتعرف تاخذ بوزات فاول الفكره مش انه انه خلص انك انت موديل يعني تعرف موديل الموديل لازم تعرف كيف تاخذ بوزات تعرف كيف تاخذ حركات أيوة يكون وزنها مناسب نظره عيونها وشكلها شو النظره الجميله لها حمد شكلي بقعد اطالع منظره ويا رب كيف اعطي بوزات عشان النظره حمد خلينا نتكلم عن بطولاتك ما شاء الله اسمك تصدر المراكز الاولى او نقول ما شاء الله الموسم جميع المواسم اللي خطفت يعني اسمك نقول حافل بالتحقيق المراكز الاولى الحمد لله رب العالمين اهم الانجازات يعني واغلاها بالنسبه لي انا اللي هو المركز الثاني والمركز الثالث في كاس رئيس الدوله والمركز الاول في مهرجان سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد القدره 160 كيلو كان المهرجان اللي اقيم السنه اللي طافت في بريطانيا والمركز الثاني يعني عده مراكز اللي في سباقات هذه الصوره كان في سباق اتوقع مهرجان ابو ظبي كنت محقق المركز الثالث في هالصوره العام هالسنه اللي طافت هذا الحصان له قصه هذا الحصان من توليد سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد لا التوليد اللي في مزرعه لامبرغيني في استراليا مزرعته الخاصه هذا الحصان كان قبل حصان صعب الركوب دائما كان يشرد بالرايدر ويعني عليه حركات شويه يعني الحين نسميه خريش وشارك عندنا تقريبا 3 سباقات وما توفق في 3 سباقات كله يشرد بالفارس وركبت انا في هالسباق بامر من سيدي صاحب سمو الشيخ محمد كلم اسماعيل قال له هذا الحصان بنخلي عليه الفارس حمد الكعبي وبنجرب الحصان عليه وركبت الحمد لله توفقت ويت عليه المركز الثالث ومن عقبها تم هذا الحصان من نصيبي في السباق مسمى حمد اي نعم حققت عليه كذا مركز يعني مره المركز الثالث والسادس هذه الصوره في سباق تحدي الوثبه نعم اول سباقات الموسم في سنه 2016 حققنا والفارس الشيخ حمد بن درموت المركز الاول والثاني نعم وهذا في سباق كاس رئيس الدوله حققت فيه المركز الثالث على صهوه الجواد الذيب وهذه الصوره هذه الصوره غاليه علي وايد هذه نعم الشيخ حمدان كانت في سباق كاس رئيس الدوله حققت فيه المركز الثاني هنا وهذه الصوره انا ما دريت فيها حتى في التصوير عقب السباق تقريبا 3 ايام طرشوا لي هالصوره انا قلت لهم يعني متى اخذت هالصوره هذا هالصوره يعني خاصه هالحركه هذه كان في السباق قبل لا نطلع المرحله الاخيره
يعني الشيخ حمدان الله يطول عمره قال لي حمد المرحله الاخيره كانت 20 كيلو. قال لي اول 10 كيلو ما ابغي اشوفك في مجموعه الصداره. قال بسوي خطه ان اخر تقريبا 4 5 كيلو نفاجئهم فيك على خط النهايه. لان تعرف طبيعه سباقات ال 160 تحاولين على حصانك لين اخر تقريبا 10 كيلو الامتار الاخيره. ويوم شافني في المرحله الاخيره قال لي الحين حرك. والحمد لله توفقنا فيها السباق جبنا المركز الاول والثاني. نعم هذه في بريطانيا. هذه في بريطانيا يوم اي نعم يوم اخذ المركز الثالث في اخر سباق مونزا. والحمد لله رب العالمين. الله يوفقكم دوم يا رب. ذكرياتك الموسم ان شاء الله جداره ان شاء الله. فؤاد هل التصوير يحتاج لدراسه؟ يعني انا احس ان انا احب التصوير واحس ان عندي هذه العين اللي عين المصور، ولكن هل من الممكن ان اصقل موهبتي هذه في الدراسه او اقدر اكون مصوره بدون دراسه؟ لا شوفي كل شيء بده تعليم وكل شيء بده دراسه. نعم. عشان انت تميزي وتنجزي وتبدعي لازم تدرسي هالشيء تتعلمي هذا الشيء، لانه ما فيك تضلك على وان ستيب اللي هو مثلا انت اشتريتي كاميرا وبدك تصوري. طب ما في انواع الكاميرا، في انواع العدسات، في تعرف الفرق بين الايزو وشتر سبيد، شو العدسه المناسبه لهذا المجال، شو مجال التصوير، هذا كله بده دراسه وبده ممارسه نفس الوقت. فلازم تتعلمي عن طريق اليوتيوب، عن طريق الكتب، عن طريق المصورين. يعني انا لحلا مثلا بعدي ما بعرف كثير بالاضاءه مع انه عندي خبره 6 سنين، لانه كل مكان اضاءته غير، اضاءه الشمس غير اضاءه المكان اللوكيشن هون، اضاءه البيت غير اضاءه اللي برا في الشارع. فلازم واحد يتعلم. اضاءه الشمس هي افضل اضاءه كمصور؟ إضاءة الشمس حلوة، بس إضاءة الشمس ما بتعرف تستخدم الكاميرا وإعداداتها بتحرق لك الصورة حرق. أوكي. حمد يعاني. سهام وين مرة؟ يعاني. أكيد. يعاني ركن الترع. عند عواطف. أي ركن الترع على طول. لا تونا فاطرين ما بدالنا. ها بعدك؟ إحنا شو اسمه فاطرة؟ أنا يعانى. هي يعانى. مرة دائما يعانى. ياخذها معي تصور الأكل. يعانى والله. تفضل حبيبتي. احنا اليوم بنتكلم ويا ام محمد عن زينة المرأة قبل ومكياج المرأة قبل. ام محمد خبرينا قبل يوم شيء بدال المكياج شو كنتوا تحطون؟ ما عمركت تمكيجت وغيره ولا اعرف، بس يقولوا يعني كانوا اول يسووا يعني الروج هذا اسمه ديرم، وبعدين طلع هذا الروج السحري اللي هو لونه اخضر. لونه اخضر بس يوم تحطيه يصير احمر. بس ما يخوز يعني حتى ولو غسلوه ولا هذا ما يحط. ايه حتى الديرم. ايه ديرم. إيه حتى يقولون انه يبيض الاسنان واللثه والشفايف. ايه والكحل يسووا يعني الكحل اول كان المراه يعني الكحل بروحها ما يسوي، يعني في حرمه متخصصه تسوي الكحل يسموه كحل البلاد عالم. اللي هو حجر اسود يدخنونه؟ يعني حرمه تسوي يعني حريم اليوم مخصص بهالشيء. انا طبعا ما قطريتهم يعني اعرفهم، بس اعرف انه في حريم يسووا من اصراي، يسووا من يولعوا مثل الاصراي مال الاول وخلوا لين يولع، وبعدين يوم يطيح الفحم ماله يحطوا له دهان، وهذا اللي عرفته الدهان مال البقر ويخلوا بعدين عاد يسووا كحل يكحلوا فيه العين والاتمت الكحل الاتمت مع السعوديه يجيبوا الكحل الاتمت. هذا يوم يصير الحجاج يجيبوا الكحل الاتمت من السعوديه وهذا كحلهم. كانوا في كحل بعد غير شفتي مثل هذا اللي فيه مثل المرسوم علي العين، هذا بعد الكحل كان يجيبوه من السعوديه يعني يتكحلوا فيه. سواء ما كان في هاي لاينر ولا في القلم ولا في شيء يعني هذه تفاصيل جديده. بس بعد يعني المراه كانت تهتم بنفسها بعد، وكان ودهانهم مال الشعر كان شو الاول يسووا الحل الحلو، حل الناريل، الياسمين، الكريم مال الاول. هذه دهاناتهم صفه الناريل، هذه صفه الناريل اللي في اللي عندهم الياسمين يدهنوا فيه، يعني كان الحين ما يدهنوا في الاشياء اللي هم عندهم الياسمين يدهنوا فيه. يعني كانوا يجيبونهم هالياسمين والله ما ادري من الهند ما اعرف من وين يجيبوا، المهم انهم كانوا هم يدهنوا فيه هذا. وصبغه حتى صبغات الشعر قبل الحنه ما في صبغات يعني عندهم بس الحنه والحنة البلدي يجيبوا الحنة البلدي، وكانوا بأول بعد حناهم حنة البلد من البيت يعني زارعين اللي في البيت ولا في النخل، يعني يجيبوا الحنة ويشعطوا ويسووا يبسوا ويدقوا وينخلوا رواحهم وعجنوا ويطحنوا فيه سواء راسهم ولا بإيدهم ولا بغيره. حتى السدر يغسلوا فيه الشعر.
الأول ما في شامبو، في الشامبو الأحمر كان زين، بس السدر أكثر شيء لحد الآن في ناس تخسر شعرها في هذا في السدر، لأن السدر وايد زين ترى، وفي ناس تسبح فيه حتى لحد الآن يعني يخلطوه في الماي ويتسبحوا فيه لأنه له فوايد. هي له فوايد وايد. الحين يوم يصير الحج الحريم عندنا هناك كل واحدة شالة لها قوطة سدر عشان يوم تحرم أول لازم تسبح وتغسل شعرها في السدر. ما شاء الله. يعني هي لحد الآن يعني هذا الشيء عندهم ماشي، يعني ما إنهم ودروا أو شيء، لا باقيين عليه. هي باقي حتى البنات أحيانا يوم يصير الحج يلا لازم تلبس سوي تغسل شعرك في السدر عشان تبي تحرمي لازم. الحنة يخلطونها كانوا مثلا يعني اذكر يقولون ويا القهوة لونها يطلع غير ويا الشاي. لا لا، كان انا اللي شفت امي كانت يوم تمغي الحنة يوم تسوي الماي على الضوء تجيب الشخالة الحنة بروحها اول يشخلوه ينخلوه يعني بخلقه كذا بيضة وتحطيه في الماي وتحط لومي اليابس يعني داخل هذا الماي وبعدين عشان اللون يحطون اللومي ولا العومة يعطي ولا أدري شو يعني ليش يحطونه يعني يحط اللومة وبعدين يوم يمغى الحنة هو حار هي. يوم تمغى الحنة حار يعني لازم حار يكون الماء الحنة يخلطونه ويخلوه يرتاح يعني ليلة يمكن ما لازم ليلة بس لازم ياخذ وقت يعني لين يتحنوا فيه وبعدين حد منهم يسوي يوم يبوي يعني يطبقهم وايد يحطوا فيه غاز والحين بعدين آل البترول حتى من قبل والله سووا في هذا اللي شو اسمه وفي عطر عندهم عطر بعد يصبوه بالحنة عطر كذا أبيض يحطوه في الحنة بعد هذا يصبغ يعني يطلع لون يمسك اللون هي يمسك اللون يطلع يعني اللون الأحمر ولا تم الأسود يسود حتى فريل ولا فيدي يعني حتى اليهال كانوا يحنوا أياه اليهال أيام العيد المربطة أيد والإيد والريل عشان الحنة عقب بتسوون لي قبل العيد والياس المرأة أول تزين في شعرها في الياس يعني ريحة الياس بروحها يعني ترد الروح أيوة يعني الله. العقوس كانت عقوسة أيام العيد الشونق يسموها واليدلة والعكفة وش اسمها والكسرة لها مسميات وايد يعني الجدلات اللي سووها وكانت حرمة بعد مخصصة هي اللي تسوي لهم يعني هذه الجدلات لحد الآن فيها بعد عايشة بعد حد منهم ما شاء الله عليهم لحد الآن ما شاء الله عليها وايد أشياء والزعفران يتخضبوا فيه والزبادي سووا وعطرهم يسموه وحشة بالتسودان يجيبوا ما دل من وين يجيبوا هالعطر بالتسودان يسموه ولا شو يسموه هذا بعد فيه عطر صغير والمخمرية والزعفران اللي وصلهم لحد الحين والبضاعة يلخوها على الراس حتى البضاعة يعني يمغوها ويحطوها على الراس كل شيء عندهم لحد الآن والمجموع عطر المجموع وايد عطر وايد أشياء يعني. يعطيهم العافية وعساهم على القوة ونحن دائما في قسم التراث ومتواصلين ويا برنامج فوالة خلكم ويانا ننتقل لفاصل ومن بعد راجعين حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم مع ضيوفنا المصور فؤاد مفلح والفارس حمد الكعبي الله يعطيكم العافيه الله ما قعدت تقهويتوا ولا ما تقهويتوا قهوينا بيض الله كنت تدور فيني قهوه تحصلت قهوه كل اللي في ايدك كل اللي في ايدك باكل بس اول شيء بسال هو يجو ولا باكل الله يعطيكم العافيه حمد خلينا نتكلم عن الاخطاء اللي يقع فيها الفارس في السباق طبعا هو ما يكون قصده بس تحسب عليه يعني اي خطا في السباق خلاص يا أنك يوقف الفارس أو يلغي حتى من دخوله أتوقع لعدة أسابيع مثلاً أو يحرم من السباقات. نعم صحيح وهو الأغلاط يعني نحن نسميها نفس الدرجات. نعم. يعني الدرجة اللي هي القصوى يعني اللي تخلينا يستبعد من السباق. نعم. اللي هي يعني أتوقع ضرب الخيل مثلاً بأي شيء مثلاً نفس العصا. او اللجام او مثلا تعرفين في السباقات يعطونا الماي عشان نبرد على الخيل تضربينه بغرسه الماي هذه يعني هالشيء على قوه الحكام ان لا تراجعون فيها نعم هذه خلاص على طول تستبعدين من السباقات نعم اما في عند الضرب بالريل هذا شيء عادي يعني لكن بعد له
كم من ضربة بس تقريبا 8 أو 9 ضربات نعم. ما يكون الضرب بطريقة دائمة يعني نعم. يعني هالشيء اعتبرونه هم أنه يؤذي الحصان. طبعا هو دائما الاتحاد الإمارات قبل تجديد أي ليسن أو قبل بداية أي موسم لازم نخضع كلنا للاجتماعات هذه، والحين خاصة من سنتين قبل كل سباق لازم يكون في اجتماع تنويري حق الفرسان وحق اللجنة وحق الجميع اللي بيشاركون في السباق نعم. يعني يخبروننا فيه الأشياء اللي ممنوعة والأشياء اللي تقدرين تسوينها وهالأشياء. نعم، لمصلحة الفارس والخيل طبعا. صحيح. أكيد. فؤاد، شو أهمية التغذية البصرية والعصف الذهني للمصور؟ طبعا هذا سؤال كثير مهم وشيء كثير مهم لكل مصور. لازم كل مصور قبل ما يصور أي صورة يدرس الفكرة، تكون له قصة، يدرس المكان اللي حيصور فيه الصورة. طبعا زي ما حكيت قبل شوي انه مفروض الصوره تكون لها قصه، يعني الصوره اللي تحكي مش راح نعبر عنها، لانه المصور مصور، مفروض الصوره تتكلم عن الفكره، يكون لها تكون الصوره مشاعر واحساس. يعني لما تشوف الصوره خلاص تحس انه يعني الصوره هاي جذبتك انت عينك قبل ما جذبت قلبك كمان. فلازم يكون شخص دارس الموضوع قبل، يحط فكره الموضوع، مرتب الموضوع. مثلا لو كان مثلا تصوير، مثلا تصوير مثل مطاعم، بروح بدرس المطعم، بشوف اضاءه المطعم كيف، في اضاءه شمس في المطعم او اضاءه الاندور، المنيو، نوع الاكل اللي عنده اياه، هل هو هندي، هل هو مثلا عربي، عشان اعرف الثيم اللي حصور فيه. فمهم كثير الموضوع انه نرتب التصوير ونفكر فيها قبل. فؤاد، هل انت مع او ضد التناقضات بالصوره اللي هي مثلا بنت جميلة جدا في مكان نفايات او مكان حرائق او مكان غابة اشجارها مكسرة؟ يعني احس اليوم اغلبية المصورين يتبعون هذه النوعية من الصور وهذه الافكار، التناقضات، بنت عادية جدا في مكان جميل جدا. هل انت مع او ضد؟ هلا انا بحب الافكار الغريبه الصراحه، فانا اكيد مع. انا يعني تخيلت النفايات، بنت مع نفايات، يعني في مكان اللي يحرق، لا لا في جميل يعني ايه المصنع زي دخان، يعني فيها قصه، انا احس فيها قصه يعني وراها قصه هذه الصوره. بنت جميله جدا وملامحها جميله جدا والله. هلا هو بيكون تصوير حلو، بيكون في فكره مثلا الدخان مثلا طالع ورا، لانه لما يستخدم مثلا عدسه مثلا المايكرو او شيء بيكون العزل بالصوره كثير قوي، فبيكون خلفيه ورا بيكون ضباب مبين، ما بين الديتيلز مثلا، ما بين النفايات، ممكن دخان، ممكن يعني هي مصوره باك ستيج. شفت الصوره والصوره كانت عارف انه دخان، بس فيها قصه حلوه بالضبط، لانه مثلا انا مثلا شايفها مثلا بدون ما تعرف الباك ستيج على فوتوشوب ما بتكون باين انه مكان عن جد نفايات او مثلا زباله، انه هو باخذ بس الخلفيه او الكلرنج اللي هو ورا اللي ورا الصوره. انا بحب الاشياء الغريبه الصراحه، يعني بحب اصور اشياء غريبه هذه اللي يعني انت ما شاء الله مصور معك شيء غريب، دام تحب الاشياء الغريبه. شكلها كذي حسيت بجلد ثعبان، ما ادري ليش والله هي تقول الافكار شيء، حسيت بجلد ثعبان. حريه البحر مروه حريه البحر، بقول لك حريه البحر مثلا خذني ويا حصان، عندي فوبيا من الحصان. شوف الخيل، صورت فناني مع الخيل زميلتك، هي صور حلوه بس بتحسيها فيك، لانه الصوره لازم تكون فيها طبيعية. سلام اذا هي خايفه من الحصان بالضبط، والحصان خايف منها شو تسوي بالضبط؟ فبكون الشعور غير متبادل. المفروض الخيل يكون نفس مثلا طفل ابنه، يكون في حب، في سلام، في احساس بين الاثنين عشان تطلع الصوره حلوه. حلو. انه بالاخير الصوره لازم تكون طبيعيه، ما يكون فيها تمثيل او فيك. اكيد. بما ان تكلمنا عن الخيل وصوره الخيل، بعطيك اسماء الخيول وكل خيل تعطيني قصته او موضوعه. الذيب، عقاب، السهم، سيام، نابي. اول شيء بنبدا بالذيب. يلا. لان هالحصان انا اعتبره يعني من اغلى الخيول عندي، واغلى الخيول عند سيدي صاحب سمو الشيخ محمد. هذا الحصان انا حققت وياه المركز، مر المركز الاول في مهرجان ابو ظبي القدره من سنتين، والمركز الثالث في كاس رئيس الدوله، والمركز الثاني في مهرجان الشيخ محمد بن راشد في ايطاليا. هذا الحصان بعد مثل ما قلت لك نفس الخيول الباقي، يعني حصان طبيعته انه حصان مو بهادي في الركوب، وحصان وايد مزاجي. نعم. يعني من الخيول اللي ما يحب الفارس انه يكون خفيف عليه مثلا، يعني خاصه في البيت ما يحب انه حد يقبضه بقوه ولا شيء، يكون سياسي عليه. نعم. فهذا الحصان عزيز علي لانه ما انتج، يعني ما انتجوا اللي ركبوه من قبلي، ما سوى ولا نتيجه. يوم ركبت انا في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد اللي هو كاس رئيس الدوله،
حققت عليه المركز الثالث وكانت أول نتيجة لها الحصان ويايانا، ومن عقبها جاب المركز الأول في مهرجان أبوظبي في الوثبة، وعقبها هذا الحصان تأهل على أنه يكون من ضمن الخيول المرشحة مشاركته في سباق كأس العالم. نعم. وتسجل عليه سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد، وما توفق في قبل السباق بيوم، عطى الشيخ كذا اسم حق الخيول، وحب أن يشارك بالحصان رماح اللي هو الحصان أسطورة يعني أكيد في دولة الإمارات. فهذا الحصان يعني اللي حببني فيه أن الحصان ما أنجز من قبل، يعني ما توفق ويا الفرسان اللي ركبوه من قبل، يوم أنا ركبته توفقت عليه الحمد لله، وهذا يعني سبب حبي له. وسيام؟ السيام اقدر اقول لك ان سيام هذا ولا سهام؟ لا، هاي سيام. 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 في واحد سهم. سيام في واحد اسمه السهم. السهم. هذا سيام يعتبر خاصه الحين في التصنيف الدولي لافضل خيول العالم، هذا الحين يعتبر الحصان الاول في الرانكينج العالمي. هذا الحصان انا خلصت عليه تقريبا يمكن 8 سباقات محليه ودوليه. واكثر السباقات اللي ركبتها الحصان فيها حققت في المراكز الثلاثه الاولى، واخر سباق اللي هو كان سباق وينزر المركز الثالث. هذا الحصان يحبه سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، لان الحصان هذا يعني نحن نقدر نقول انه يضمنت المنصه، يعني تركبينه خلاص وضامن الله، يعني انه شوفين عمرك يا اول يا ثاني يا ثالث، اذا كان في عز جاهزيته الحصان من تمارين وماخذ تمارينه كامله وفي يومه كان الحصان، يعني يضمنت المنصه. اما عن عقاب حبي له لان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد امتطاه وركبه في سباق تحدي العمالقه في الوثبه سنه 2014. وسيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد ركبه في سباق بطوله العالم العسكريه اللي اقيمت في دبي وفاز فيه، وركب الشيخ بعد حمدان في سباق وينزر وحقق عليه المركز الثاني، وركبت انا في كاس رئيس الدوله وحققت عليه المركز الثاني، ومن عقبها هي المركز الاول بقياده سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان. وهالخيول يعني غاليه من غلاط راعيهن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وتعتبر يعني الحمد لله ان هالخيول تعتبر من افضل خيول العالم. نعم. مو بس اللي عندنا في الامارات، حتى كمشاركاتها الخارجيه حققنا افضل المراكز في اقوى البطولات الحمد لله. اكيد في دعم قيادتنا الرشيده. الحمد لله. حمد وفؤاد شو رايكم تنتقلون لركن التراث؟ يعني انا يعني حزينين انا وسهام لزف هذا الخبر لكم، ولكن هم مش ما اتوقعهم حزينين لان في فؤاد هناك. تعالوا وياهم. لا فضل. عشان تاخذوا راحتكم ونحن هنا ناخذ راحتنا. نحن بناكل الحين انا وسهام. الله يحفظكم. عليك بالعافيه. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك يا رب. صحة والسلامة. احنا اليوم هني في قسم التراث دائما نرجع لزمن الطيبين، نرجع اللي قبل. اول شيء نبدا مع الاستاذ احمد. الخيال او الخيل بشكل عام مرتبط بتراث الامارات، مرتبط باجدادنا، مرتبط بامور كثيره، يعني هالشيء خلاك تحب الخيل، يعني الوالد او والله الخيل يعني علمنا عليه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ودوم يكرر كلام علينا ان الخيل من عاداتنا وتقاليدنا. صحيح. وهالشيء يعني اللي اتوقع انه حببنا في الخيل بزياده، يعني لان من عاداتنا وتقاليدنا، لان يعني صحيح. تعرفين يعطينا الصبر، يعلمنا وايد اشياء من الزمن الاولي. صحيح. وتحسه مرتبط. صحيح. يعني تحسه مرتبط بالتراث. اكيد، لان تعرفين يعني الخيل من الزمن القديم، من زمن الرسول عليه الصلاة صحيح. والسلام صحيح. هو موجود مذكور بالقرآن، فأجدادنا بعد يعني علمونا على الخيل، ونحن الحمد لله يعني تربينا في بيئة وعائلة يعني مالكة للخيل من صغرنا. نحن كان عندي عمي وكان عندي أخوي اللي أكبر عني، فعلمونا على الخيل من صغر سنة، يعني الحمد لله ما شاء الله. احنا بنرجع لان قبل شوي سهام قالت راح تسوي لك اختبار بقسم التراث، بس نروح لاخوي فؤاد. تحب تصور هذه الاشياء؟ يعني شفنا بعد من الصور
تحب تصور الأشياء التراثية أو الأشياء القديمة؟ بالضبط، أنا أحب أصور صراحة الأشياء التراثية، لأنه شوفي أول شيء التراث بيلعب على المشاعر والإحساس، لأنهم أجدادنا وتراثنا ومذكرنا بالماضي، ومن ليس له ماضي ليس له حاضر. صح أكيد. فأغلبية الصراحة الصور اللي بشارك فيها دائما في المسابقات والمهرجانات واللي بفوز فيها الحمد لله هي صور تراثية. يعني مسابقة كانون أخذت أفضل مصور في الشرق الأوسط، كانت مسابقة تراثية، كان في نادي السبحان التراثي، فمصور كيف بيسووا اللي بيصيدوا فيها السمك الخوش الشبك، فكان عم بيسويها رجال كبير بالعمر. وقبل هاي السنة كمان رحت صورته وجهه سبحان الله خير علي، ما شاء الله الحمد لله كل ما صور بفوت بجائزة، وبيعطيني وقته يعني بيعطيني حركات، يعني ما شاء الله عنه كبير في العمر بيعطيني حركات وبقول لي صور مثلا هاي الشيء تراثي، هاي الشيء أحلى من الزاوية، فالحمد لله. وتعلمت منه يعني حتى المسميات شوي مش كثير شوي. صراحة احنا المسميات عند اخوي حمد، والله نحن المسميات تختلف يعني من مثلا اللي قاعده تسوي خاله ام بطل هاي خو صار اتوقع لان المسميات عارفين احنا عندنا هنا في دوله الامارات احنا اذا نقول شيء غلط ام محمد هي تطلع حقنا لا نحن عندنا تختلف من 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 منطقه لمنطقه يعني نحن هالعين هذا نسميه خوص خوص وكذا يعني كذا من الاشياء القديمه فنحن نسميها اسماء غير وهل الفجيرة وهل راس الخيمة عندهم أسامي غير مرات تختلف المسميات سفرة أحد منهم الصرود يعني نقول هذا نحن السفرة هذه نسميها سفرة احنا نقول صرود ايه سفرة وصرود ايه بس يعني الاسم من منطقة لمنطقة يختلف المسميات مرات حتى طريقة النطق بس تختلف ايه طريقة يعني تكون هي نفس الكلمة بس كل حد ينطقها بطريقة المعنى واحد المعنى واحد اهم شيء لان تراثنا واحد احنا عاداتنا واحد تقاليدنا واحد امارات كلها واحد يعني ما في فرق حتى بلاد الخليج كامل كلنا واحد بس تختلف المسميات صح وحتى نحن بحكم قربنا من مملكة البحرين اتوقع حتى الاسامي نفس الاسامي عندنا عندهم هي يعني انا كذا مره اسمع نفس الاسامي الطارونها هم نفس المعنى نفس النطق بعد صح صح احنا بما ان اليوم بقسم التراث والدنيا رمضان نتكلم شوي عن اكلات رمضان وزمن الطيبين واللمات ايش اكثر شيء تشتاق له في رمضان والله انا صراحه اكثر شيء اشتاق له اللي هو البثيث والشامي وعندنا نحن السح المدلوك التمر المدلوك اللي ضربه واحده هذا نحن كنا يعني عندنا عادات وتقاليد بس في رمضان اهم باقي الايام ما تكون موجوده هاي عندنا السنه بس برمضان نفس الحين السمبوسه السمبوسه تحس كانه يختلف سبحان الله السمبوسه كلتيها غير رمضان تحسيها عادي بس في رمضان لها طعم ثاني اي والله بس في رمضان لها طعم ثاني حتى اللي فهمته يعني تحس العالم ما تشتهي غير في رمضان بيكون طعم ثاني معنى يكون موجود بس موجود يعني تشوفه طول السنه بس سبحان الله بعد انا اتوقع بعد لمه الاهل تعطي للشيء نكهه غير بعد الجمعه بما ان اليوم ثامن يوم رمضان ومرينا يعني باجازه خميس وجمعه صارت هذه اللمات يعني جمعتوا مع الاهل عشتوا اجواء رمضان نحن عندنا في العين صار هالشيء انا الحين تعرف في العين يعني اكثر لمات الاهل يعني ونستحب ان تكون في وجبه الفطور ان الاهل كلهم موجودين في وجبه الفطور خاصه الوالد والوالده الله يحفظهم ويطول اعمارهم والاخوات والاخوان اللي حتى اللي معارسين يجونا فهذه حلاوه رمضان احنا نعتبرها الجمع نفس احنا عنويين ترى نفس الفكره انا حسيت ان نفس الفكره ودائما تأيدون بعض عنويين لازم وبالنسبه يعني يمكن اليوم كنا نتكلم عن زينه المراه فيمكن الرجل ما تغير شيء بين قبل والحين بس تحس يعني شيء تغير مثلا الاغراض اللي عند الوالد او عند يدك الاشخاص الكبار بالعمر حتى العطور عطورهم تكون شوي مختلفة صح هذا اللي يميزهم انا اعتبر هالشيء هو الشيء اللي يميزهم يعني الاوليين عن الحين يعني الاوليين محافظين بعدهم على عاداتهم وتقاليدهم وامورهم هذه اما الجيل الجديد احنا نسميه الجيل الجديد فتحسين انه يعني طالعين في شيء يعني يحبون انه يكونون مميزين عن كل يعني بلا دراسه عن ولا شيء يعني صحيح يعني لبس جديد بنجربه لو زي يعني لو انه مو بزين عادي بنجربه كذي ما بمحافظين على العادات والتقاليد فهالشيء المفروض احنا اهالينا ان يوصون على المحافظه على الاشياء الاوليه وتهتم يعني انت تحافظ عليه يعني بمجالك بشغلك تهتم هذا اهم شيء والشيء اللي يعني انه
ما يخل في عاداتنا وتقاليدنا. احنا بنقهويكم بعد، عندنا بنضيفكم من مروه هذا الفيلم عسل ترى، راحت عليك البنات. هذا الفيلم عسل، احنا اللي نسحون. تبين صحيح بالجبن، ما هو جبن مع عسل، راحت عليك. هي عواطف بس يعني، او تحطينهم بهذا عاد. شوفي هم يتريون قهوه ترى على فكره، بيجيب لك الصحون، بيجيب لك محمد كنت بنقع، بيجيب لك الصحون واعطيني ضيفكم مره جبن مره ثانيه. حاضرين مرات تتسحر، مرتاحين كل شيء اوكي، هي الامور كلها طيبه. على هاليلسه مع خالتي مريم لازم ما تفوتونها، لازم تطلعون منها قصيده شيء. احنا بعد هذه بعد احمد ربيع كلمني يقول لي جيب لي معاك على العين منهم. لا اسمح لي يقول لا. بيزيد الطلب علينا بفلوس. وهي بتعطينا الوصفه بعد شوي. تفضل خاله ام محمد، يقولون تقولين شعر ويبون يسمعون شعر، دائما توصلنا هذه الطلبات. لليلسه معاها اصلا القصيده بشيء تقولها. لا نباها مطلوبه. لا حول ولا قوه الا بالله. ما اعرف شيء. سمعينا شيء عشان يرد عليك اخوي حمد. هيا يلا اقول يحرم علي الليل ما مر، وارقب واشتر اشوفه متى يطوف، ما ينبغى يا زين هالقد بيني وبينك في مطروح، سقيتني كاسات من هم شوف النظر اللي معدب الروح، ولا عزمت اكتب لك شيء ولا دفين الارض مسموح. اسلمتوا صح لسانك صح لسانك. حد حافظ شيء يرد عليها على محمد؟ والله انا مو بحافظ لكن عندي قصيده. يلا نسمع. ليه ما اطلعها بس؟ ليه نطلع القصيده؟ تحب الشعر؟ والله يعني تحب، مو ضروري يعني، مرات احنا نكون متذوقين نحب نسمع. حب اسمع. بس ما تحفظه؟ بس ما احفظه لا. ولا فكرت تكتب في يوم من الايام؟ ابدا انا ضد الصراحه، مش مع الكتابه ابدا، ما بحب اكتب ولا اخلق كتب. تعبر عن نفسك تصوير بالصوره. في الصوره بالضبط، انا بالصوره بنقلها عن طريق شعر. انا حسيت والله البنات الحين يعني تعبوكم من الاسئله كثير ما سالوكم عن التصوير. لا هو شوف، هو التصوير حلو لانه بتنقل، انت بتخلدي ذكرى، ثاني شيء بتنقلي صوره مثلا لها معنى، زي ما حكيت قبل شوي انه المفروض المصور لما يصور اي صوره يكون لها فكره. الصوره عم تحكي لها احساس. صحيح. توصل لمشاعرك قبل ما توصل لعيونك. صحيح. توصل كل احساسك بالضبط. بالضبط. خاصة إذا أنت اللي تختار المكان، يعني مش إن حد طلب منك والله صورني بالمكان الفلاني أو صورني بهذه الطريقة. أنا أحب أختار كل شيء صراحة. يعني هذه التفاصيل أنت تختارها. أنا أختار كل الديتيلز، تفاصيل الثيم، أنا أحط ثيم. يعني مثلا لو حد أكلمني مثلا فؤاد صورني مثلا بكرة، لا لازم 3 أيام أسبوع عشان أفكر في فكرة جديدة، أختار المكان، أختار اللوكيشن، أخذ تصريح من المكان، لأنه بتعرفي في ناس ما تحب تتصور في أماكن، ما تحب تتصور، بدك تصريح وعشان تسهل أمورك كمان، وعشان ما تعرض مثلا لموقف. واحد لا يتعرض لمشاكل. بالضبط يعني مشاكل، لأنه في عالم ما بتحب تصور مثلا. صحيح. أخوي حمد بترد عليها ببيت؟ هي نعم. يلا. في قصيدة يقول هذا كان في رد بيني انا والوالده، طرشت لي قصيده ورديت عليها. قلت فيها ليلى فانا ابياتها الطيب، قلت زان الشعر واسطوره، القوافي منه تتعيب، لي جماله فاق منظوره، له ولهنا كانها تغيب، والغلا ينصاع في شوره، حسن ظني فيه متصيب، طاغين في الناس من نوره، في حياته مول ما عيب، ذرب في نطقه وفي شعوره، وبالكرم ليوه متويب، قدم اللولة على حضوره، ولك جزير القول ما شيب، ومن قصيدك بانت الصورة. ما شاء الله عليك وصح لسانك. صح البنت. ونحن وصلنا لآخر دقائق في برنامج أفوالة، نرجع مرة ثانية. الله يعطيك الجميلات سهام. الله يعطيكم العافية كلكم. أنا باكر محضرة قصيدة عيل. إن شاء الله. هي. أنا ومجارة عند أنا خالتي وبريق. الله يحفظكم يا رب. ضيوفنا المصور الفوتوغرافي فؤاد مفلح، الفارس حمد الكعبي، شكرا على تواجدكم اليوم معنا ببرنامج أفوالة. تسلم. نوركم ومشكورين على الضيافه الطيبه، وان شاء الله ان نكون ضيوف خفيفين عليكم. الله يحفظكم. اكيد طبعا. نورك يا رب. شكرا لطفتكم. نورتونا. شكرا خالاتي. مشاهدينا وصلنا للختام، اتمنى ان شاء الله برنامج حلقه اليوم نالت رضاكم. نشوفكم باكر ان شاء الله بنفس التوقيت. تصبحين على خير. تصبحون على خير مشاهدينا. ان شاء الله لا تنسون تريونا باكر في نفس الموعد. في امان الله. الله يحفظكم.